تكرار الأرقام. سبق واتكلمنا قبل كده عن موضوع تكرار الأرقام، لكن هنرجع ونتكلم ونأكد، لأن كتير من الناس بيجيله أرقام متشابهة بيشوفها بطريقة ملحوظة جدا في حياته، اللي بيصادفه رقم متكرر كتير مرات كتير وكل يوم لازم يشوفه، إما في ساعته أو في تليفونه أو هو حتى ماشي على الطريق، ويبحث إن كتير من الأرقام دي بيكون لها إشارات ملائكية وعلامات كونية من الكون بيجيلك من خلال تكرار الأرقام وظهورها في حياتك. بس في كتير من الناس ما بيجيلهمش الإشارات دي، وللإشارات دي استهدفتك أنت مخصوص؟ وهل أنت عندك إدراك بالأرقام؟ وهل الملائكة دي مش عارفة اللي أنت عندك تجاهل بعلم الإشارات علشان تبعت لك إشارات؟ هل الملائكة دي غبية مثلا إنها تبعت لك إشارات وخلاص وأنت مش عارف تترجمها؟ الفكرة في الساعة البيولوجية اللي جوه الإنسان، أي شيء أنت بتقوله وأنت مش عارفه أو عاجز عن تفسيره بيتخزن في العقل الباطن حتى لو قلته مرة واحدة بس، ويبتدي العقل الباطن يدور لك على الأحداث ويهيئ لك الأحداث اللي هي شبيهة ليه، فتلاقي العقل الباطن بينبهك دايما بوقت الساعة لما تكون متكررة بنفس الرقم، أو ينبهك دايما بعربية فيها نفس الأرقام اللي بتيجي في بالك، وتلاقي العقل الباطن بيمارس العادات دي باستمرار لأنك أنت فتحت ملف تلقائي فيك من غير ما تحس، وهو انك انت سألت لو مرة واحدة بس ولو ثانية واحدة بس عن سر تكرار الارقام ومعنى الارقام دي ايه. طبعا العقل الواعي هيعجز انه يفسر لك الارقام دي بتتكرر ليه، وده انت تعرف منه ان العقل الواعي بيستعين بقدرة وقوة العقل الباطن بطريقة مباشرة لما بتكون عاجز عن تفسير اي شيء. وهنا انت تفهم ان بدل ما توجه عقلك الباطن انه يكرر لك احداث متشابهة عن موضوع الارقام وتكون بالنسبة لك محور حديث، والرقم ده تهيئ ليه والرقم ده تخزن ليه، وتخلي عقلك يطور لك الموضوع لدرجة انك تؤمن 100% اللي هي مش مصادفة، لا، استخدم قوة وقدرة عقلك الباطن نفسه، ما تخليش عقلك هو اللي يتحكم فيك، انت اللي متحكم في عقلك، وعقلك الباطن يقدر يعمل حاجات اكتر من كده بكتير، بس انت مؤمن انها صدفة وما تكونش من عقلك الباطن لانك انت مش عارف امكانياته. لذلك انا بنصحك بشدة انك تعرف ايه قدرات وقوة عقلك الباطن وتتواصل معنا، تدخل الدورة الروحانية وتتعلم معنا ايه قوة وقدرة عقلك الباطن.